مساء الخير لجميع متابعين رؤيا وبرنامج أخبار الدار. في الحلقة اليوم طلاب مؤتة يطالبون بتعديل قانون الانتخابات، اختتام مسابقة الروبوت الأولى في العقبة، وهل نملك أمن فكري وماذا نعني بهذا المصطلح؟ أهلا بكم. كثير من السياسيين بيعتبروا اليوم من الضرورة عمل تعديلات على قانون الانتخاب، بضمن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب وبسهم في وصول نواب سياسيين وحزبيين عندهم القدرة على تشكيل الفرق في أداء مجالس النواب من حيث تفرغهم لأداء دورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع، خصوصا مع وجود اللامركزية ومجالس المحافظات. وأكيد للناس دور في تعديل القانون لأنه أول المعنيين بوجود مجلس نيابي قوي. هل بات صوت الشباب طوق النجاة من سوء الوضع السياسي والاقتصادي في مجتمعنا؟ طلاب من جامعة مؤتة يطلقون حملة باسم قائمة قراري لتعديل قانون الانتخاب ساري المفعول للوصول لمفرزات جيدة تصل مجلس النواب. تم اختيار هذه الحملة، أول شيء هي مطلب شعبي، وهي خلينا نحكي إحدى أكثر المواضيع المهمة واللي هي أساس العمليات الديمقراطية في بلدنا ومجتمعنا، وأصبحت خلينا نحكي إلحاح، كانت إلحاح للمواطنين، رغبة في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالنهاية إحنا بنحكي إنه أعطيني قانون قوي بعطيك مجلس أقوى. هدفنا هو تعديل المادة 9 الفقرة جيم، وهي استبدال القوائم المفتوحة بدلا من القوائم المغلقة. هدفنا الرئيسي من الحملة هو حرية الاختيار وإيصال الشخص المناسب إلى المكان المناسب. سوء مخرجات قانون الانتخاب موضوع لا يخفى على أحد، وشكوى المواطنين حول أداء مجلس النواب يظهر للعيان يوميا، فما هي أدوات التغيير بيد هؤلاء الشباب؟ استراتيجية عملنا بتبدأ كالتالي، إنه إحنا نستهدف الشخصيات السياسية المؤثرة في الوطن بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وبناء كسب تأييد وشراكة حقيقية معهم، بالإضافة إلى المجتمع كامل من خلال حملات ميدانية نقوم فيها، والوسيلة التي نتبعها لكسب التأييد هي الإعلام، وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. هذه الحملة التي تستهدف تعديل قانون الانتخاب أنا بعتبر مجرد وجودها نقطة إيجابية في ترسيخ الوعي، هذا الوعي اللازم لوصول لحالة نموذجية أو حالة على الأقل مقبولة من التعاطي السياسي في هذا البلد الطيب. إذن وجود الحملة، مجرد وجودها أمر أنا بعتبره نقطة إيجابية. ثانيا، أنا بعتقد أن قانون الانتخاب مسألة ليست سياسية بحتة، إنما هي مسألة سياسية قانونية، فيتداخل فيها وربما السياسي أكثر فيها من القانوني. ويبقى الأمل معقودا على استجابة صناع القرار لمطلب طالما تم نقاشه داخل الصالونات السياسية. الأمن الفكري مصطلح له نظرياته وشروحاته بسياقات متنوعة، بعض الباحثين تناولوه من زاوية تحقيق الحماية التامة لفكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن المعايير الأخلاقية وعن الوسطية والاعتدال والاستقامة، واستخدموه لحماية المنظومة العقائدية والثقافية والأخلاقية والأمنية. عموما الحديث عن المحددات والمعايير بتختلف من مجتمع لآخر ومن فرد لآخر، وبيضل موضوع الأخلاق والوسطية وغيرها من المصطلحات نسبية بالتفسير وآليات تكوينها للفرد والجموع. من معان منتابع هذا التقرير. انطلاقا من اهتمام كلية الشبكة الجامعية بالأنشطة التثقيفية كجزء من المسؤولية المجتمعية، عقدت في بحر الأسبوع الماضي ندوة حوارية تحت عنوان الوعي الفكري نظرية الأمن الفكري للدكتور حسن العايد، أستاذ العلاقات السياسية من جامعة الحسين بن طلال. حضرها عدد من الأساتذة والطلاب والمجتمع المحلي. جاءت هذه الندوة التقييمية لنظرية الأمن الفكري للضرورة الملحة في وقتنا المحاضر بسبب انتشار ظاهرة التطرف الفكري والانحراف الفكري في المجتمعات العربية والإسلامية والعالم أيضا،
وهذا ما نشهده من خلال المنظمات المتطرفة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي استوجب علينا طرح نظرية الأمن الفكري لتؤسس لمجال معرفي علمي أكاديمي جديد يتناوله الباحثون والجامعات من خلال الأقسام العلمية، وكذلك في الأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير. وإذا نظرنا إلى الواقع أصبحت هذه الظاهرة منتشرة، وبالتالي يجب وضع أسس علمية لمكافحة التطرف على مستوى العالم. وما يهمنا هنا هو مكافحة التطرف في مناطق العربية، وأيضا الحد من الفكر المتطرف في هذا الجانب. الأمن الفكري ركيزة الاستقرار الاجتماعي وهو أساس الأمن الشامل، فالفكر المتطرف بيغذي الشباب، وإن حماية الوطن من تلك الأفكار المضللة تستوجب علينا كشباب الحذر واليقظة من خطورة الفكر المتطرف. نظرتي أنا حاليا كشاب أنه كل التطرف اللي احنا بنشوفه حاليا في عالمنا العربي لا أتوقع أنه تمتد عمره أكثر من 100 سنة، لا محسوب على جماعات معينة ظهرت فترة معينة، أشخاص في لحظة من اللحظات تبنوا أفكار معينة سلطوية إلى آخره، استخدموا الدين. يعني كل هذا التطرف اللي أنت قاعد بتشوفيه على الساحة الآن يعني ما راح يتجاوز مجرد تحريف لنصوص. الحرب الفكر عن طريق المراكز الثقافية، عروض المسرحيات وتوعية للشباب، وعن طريق كمان تنقية المناهج الدراسية والإعلام ومكافحة الإشاعات، وايضا كمان يعني في امور عديده يعني من خلال الندوات داخل الجامعات والكليات لتوعيه الشباب ولايجاد جيل صاعد في الشكل الصحيح. لطالما ظل الحل الامني والعسكري اول الحلول لدحض الفكر والممارسات المتطرفه، فهل تنجح هذه المساعي العلميه والاكاديميه بالمساواه بين كفتي الميزان؟ نتوقف لاول فاصل بالحلقه، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. نظمت الجمعية العربية للروبوت ومبادرة روبوتاتنا بالتعاون مع مدرسة أكاديمية خليل الرحمن مسابقات الجنوب الأولى للروبوت في مدينة العقبة. مين كان المستهدف وشو طبيعة المشاركين وشو أهمية مثل هيك مسابقات؟ خلينا نتابع في التقرير القادم. جاهزين؟ بدأ التحديد. ثمانية، 2، 1. تهتم بفئة الشباب والشابات، ومن خلالها يعني منعلم الطلاب التفكير العلمي والتفكير ما بعد المعرفي، وهي هذه الاستراتيجيات التدريس الحديثة عنا واللي منطبقها من قانون النظام التربوي ونتيجات النظام التربوي الحديث عنا. ونحن الآن كمدرسة أكاديمية خليل الرحمن في مظلة وزارة التربية والتعليم ومنطبق هاي النتاجات، استضفنا هاي المسابقة، قرنا جميع الإمكانيات والإمكانات ودللنا جميع الصعوبات حتى أنه طلبتنا تتميز وتتفوق وتبدع في هذا المجال، هي مجال التكنولوجيا الحديثة. بالإضافة إحنا زارنا اليوم وكان معنا اليوم عديد من الجهات الرسمية والحكومية والغير رسمية أيضا، أخذت فكرة عن الموضوع، نشرنا على مستوى كمدينة عقبة بين الدوائر الحكومية والخاصة أيضا، بكرر من ناحية أنه يصير عندنا تطوير لهذه المسابقات وأنه تكون رعاية هذه المسابقات واحتضانها كمؤسسات حكومية وخاصة. اليوم إحنا عندنا في عندنا أكثر من 20 فريق شاركوا، كانوا مبدعين ورائعين جدا، وإن شاء الله كل عام والعام القادم أن يكون عندنا تطور وإبداع لطلبتنا. تم استضافة أكثر من 20 فريق في مسابقة عنا الروبوت الأولى على مستوى الجنوب، شملت عدة أفرقة من مدارس عنا الجنوب، بتنافسوا اليوم على مواضيع معينة في تصميم عنا وتهيئة عنا الروبوت. كانت فرصة كبيرة لتنظيم المسابقة في المدرسة واستضافة جميع عنا الفرق اليوم عنا في مدرستنا، بهدف عنا تطوير ودعم عنا الطلبة
على المستوى عنا المحلي، وإن شاء الله بتطور عنا معانا الموضوع خلال عنا السنوات القادمة بإذن الله. شاركنا في مسابقة الروبوت والحمد لله إحنا اجتزنا مرحلة الكفاءة، وهسا لعبنا كمان جولة والحمد لله تأهلنا فيها. هسا رح نستنى ونلعب جولات أعلى، وإن شاء الله إذا تأهلنا رح نفوز فيها. وطبعا هاي المبادرة كثير 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 حلوة، بنشكر المدرسة اللي ساهمتنا وأعطتنا الفرصة إنه نشارك في هيك مبادرة. إحنا أخذنا عن الروبوت بشكل عام، زمان كنا قبل ما نتعرف عن إيش هو الروبوت كنا دايرك نحكي أنه هو إنسان آلي، بس فهمونا أن الروبوت مش بس إنسان آلي، هو بشكل عام ذكاء اصطناعي إحنا بنستخدمه حتى يفيدنا في حياتنا. فلهيك حكولنا أنه بدنا ندربكم نحكي لكم عن إيش الروبوت، شو مميزاته عن شركة ليجو، ليش عملت الروبوت، وعرفونا عن مهامه وأنه نقدر إحنا نستخدمه في كل مجالات حياتنا حتى يسهل علينا الواجبات حتى نأديها. طبعا احنا بلشنا تدريب قبل شهر ونص، حكينا اخذنا اول شيء اساسيات الروبوت، اجزائه كل وحده شو بتفيد. بعد هيك بلشنا بالبرمجه وهي كيف احنا نعمل كودات او بلوكس لتسير هذا الروبوت. طبعا احنا اخذنا انه في شيء اسمه سنسورز، هذا السنسورز بتخليه مش طبيعي، يعني مش فقط انه اعطيه برمجيه ويمشي عليها علامه، بتخليه ايضا متفاعل مع البيئة المحيطة فيه. طبعا البرمجة هي عبارة عن لغة حاسوب عالية بتخلينا نحولها للغة الآلة، من لغة الإنسان إلى لغة الآلة حتى يفهم الحاسوب ويطبق العمليات اللي بنعطيه إياها بالضبط. إعادة التدوير مش إشي سهل يمكن إتقانه، لأنه أحياناً بيحتاج خيال خصب ومهارات يدوية مش كلنا بنمتلكها. بطل قصتنا خالد النواصري من غور المزرعة بدأ من بعض الأسلاك بصناعة تحف فنية، ومع تطور مهاراته أصبح بيدرب على فن اشتهر فيه. بالبيت أعمل سيارات عادية وبسيطة جداً، كان عمر 10 سنين لما كنت أعمل هالسيارات، فجمعية الذكرى سوت مسابقة فأنا دريت عنها وشاركت فيها، دخلت معهم. فلما دخلت معهم صرت يعني أعمل لهم سيارة، حتى شافوا الشغل اللي اشتغلته ضموني إلهم، يعني صاروا يهتموا فيه، صاروا يجيبوا لي المعدات. يعني بعد ما فزت صاروا يجيبوا لي المعدات، صاروا يعني يوفروا لي المواد حتى اللي أشتغل فيها، وحتى يورجوني صور عندي سيارات حتى أعملها. فأنا صرت أعمل يعني السيارات مثلا من خلال ما وفروا لي المعدات، فأي تصميم مخطر على البال صرت أعمله. يعني زمان كنت أستعمل خرز زمان، ولا صرت أستعمل سلاك نحاس، سلاك مشترى، كلها مخلفات البيئة. أساء صرت أستعمل الخرز، صرت أدخله معاي في الشغل، صرت أستعمل سلك النحاس، حتى يعني صرت أنوع في التصاميم مش بس سيارة، أي تصميم مخطر على البال صرت أعمله، صرت حتى أبيع منهم ويجيبوا لي دخل يعني من خلال التصاميم بعملها. شاركت بورشات تدريبية طبعا، درب الطلاب طبعا من درس اسمه شومان، طلاب صغار اطفال يعني اللي عمرهم 12 سنه، دربتهم الاشياء البسيطه كيف انا زمان كنت، حتى هم يقدروا يفهموا الفكره اكثر. الاشياء البسيطه ممكن انه كيف تتعامل مع السلك، الاشياء هذه. ودربت بورشه مخيم الزعتري، وكمان طعيت للاجئين اللي انه يعملوا سيارات في الاسلاك، بس انا ما طعيتهم انه يلعبوا فيها زي انا لما كنت، فحبوا الفكرة. يعني الفكرة غريبة شوي، حبوها استرغبوها. بس أنا إن شاء الله يعني لقدام حاب أن أصمم التصاميم هذه، يعني يظهر أن الناس كلها تشوف، تظهر تشوف التصاميم هذه، أن يكون لها محل خاص فيها. خلال معلم من على الصورة اللي هو برج خليفة، طلت من على النت صممته، يعني صرت أصمم معالم، حتى قبة الصخرة صممتها برضو في السلك، وإن شاء الله لسه أصمم أشياء لسه أحسن من هيك على مستوى إن شاء الله. تخيل أنه يبلش يومك الجامعي في كلية علمية بمحاضرات نظرية وينتهي بمحاضرات نظرية، بالتأكيد رح تصاب بمشكلة نفسية، وهالشي بيصير بكليات علمية زي الهندسة واللي طلابها وكوادرها ما بيكتفوا باللابات التطبيق العملي وبيعززوا يومهم الجامعي بأنشطة علمية. لكن هل بالإمكان الانتقال بهاي التجربة من الكليات للكليات المش هندسية؟ تحت رعاية الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال، أقيموا على مسرح عمادة شؤون الطلبة اليوم العلمي الأول لطلبة قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الحسين بن طلال، وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين فرع معان ودعم شركة تطوير معان وتنظيم فريق باور في الجامعة.
اجت فكرة اليوم العلمي من مجموعة طلبة من الهندسة الكهربائية اللي هم باور تيم لتعريف الطلاب في جامعة الحسين والحضور الكريم والهيئات الإدارية والتدريبية داخل الجامعة وخارجها عن إنجازات قسم الكهرباء في الجامعة وعن معلومات عامة عن الهندسة الكهربائية وأخطارها. احتوى أيضا اليوم العلمي على عدة فقرات منها محاضرات علمية، مسابقات، سكتشات ترفيهية بالإضافة لتكريم أوائل قسم الهندسة الكهربائية. احتوى أيضا على تجارب الجامعة والنظام الشمسي، واحتوى أيضا على روبوتات وأجهزة الحماية والإضاءة وتطورها في معان. قد تم عقد اليوم العلمي للهندسة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي والشركات خاصة، والهدف منه تقليل أو توثيق الروابط ما بين الجامعة وقسم الهندسة الكهربائية بشكل خاص والشركات المساهمة في هذا المجال. وعلى هامش اليوم العلمي تم إطلاق فريق باور تيم تحت مظلة القسم الهندسة الكهربائية في جامعة الحسين بن طلال. باور تيم فريق طلابي من القسم الهندسة الكهربائية في جامعة الحسين بن طلال. تم تأسيس الفريق عام 2017. يهدف الفريق إلى خدمة الطلاب بشكل طلاب الهندسة الكهربائية بشكل خاص، وذلك من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني للفريق الذي يحتوي على المواد والتلخيصات المهمة لطلاب الهندسة الكهربائية، وذلك لتوفير الوقت والجهد للطلاب. وحضر اليوم العلمي الأستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون الإدارية ونقيب المهندسين في معان والمهندس مدير منطقة معان التنموية وعدد من عمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد كبير من الطلبة. كما حضر اليوم العلمي عدد من المدعوين من أصحاب الشركات المتخصصة بالطاقة الكهربائية. فاصل قصير وبنواصل أخبار الدار. بنرحب فيكم من جديد. كل سنتين بتنتخب أو بنتخبوا طلاب جامعة مؤتة مجلس بيمثلهم وسط تباين في الإجابات على أسئلتنا من حيث على أي أساس رح تنتخب وشو رح تستفيد أو تقدم كمرشح. خلينا نتابع. الحملات الانتخابية تملأ جامعة مؤتة مرة كل عامين. تمهيداً للانتخابات تسفر نتائجها عن فوز 79 طالباً وطالبة عن مقاعد مجلس طلبة للذكور والكوتا. بالانتخابات راح أصوت مع قرابتي لأني شايفه مناسب ويلبي احتياجات الطلاب، وغير أنه من عشيرتي راح يكون مناسب لجميع الطلاب. دورنا أو دور الترشح لنا كان مبدأ المشاركة الديمقراطية الفعالة ومراعاة جامعتنا الحبيبة إلى ما هو أفضل وتطور تكنولوجي أفضل ومراعاة كل مشاكل الطلبة والسيطرة على مبدأ العشائري والمبدأ الذي قام عليه. فمبدأ ترشحنا كان مبدأ عدم عنصري ومراعاة ظروف الطلاب والاهتمام بجامعتنا ورقيها إلى ما هو طلبة الجامعة. الفكر يزداد والوعي كذلك الأمر، يعني أتاحت لنا الجامعة الحصول على مقعد الكوتا حاليا. نحن حبيت أنه أترشح بعيدا عن أمور العشائرية وأمور التحيز لعشيرة أو أخرى. مشاركتي في برامج اللي بتتيحها عمادة شؤون الطلبة اللي مثل أنا أشارك وإنجاز أثقلت شخصيتنا إنه نشارك في انتخابات سواء داخل الجامعة أو في المستقبل في خدمة المجتمع. إذا حالفني الحظ في النجاح في هذه الدورة من الانتخابات بتمنى أكون عند ثقة اللي أعطوني ثقتهم، وإذا ما حالفني الحظ هي عبارة عن تجربة بستفيد منها وبتسقل تجربتي في أني أفيد مجتمعي. برضو مشاركتنا في الانتخابات من الأمور والأوراق النقاشية اللي طرحها قائد الوطن في دور الشباب، وإيمانا منه أنه الشباب الأردني شباب قادر على الإنجاز وشباب قادر على التغيير. هذه التوجيهات الملكية التي تعطي قيمة إضافية للشباب وتعزيز دورهم الإيجابي في الجامعات الأردنية، ارتأت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة أن تعقد الدورة 23 لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة، وهذا استحقاق طلابي معمول به حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعات الأردنية. وهذا العام سيتنافس في جامعة مؤتة على 79 مقعد،
حوالي 245 طالب وطالبة. الانتخابات الجامعية ضرورة ومسؤولية، فيها طرح للقضايا والمشاكل التي تواجه الطلاب، وقد تفضي العلاج أو تفتح باب النقاش على الأقل لهذه المشكلة. في نهاية هالحلقة من أخبار الدار، تابعونا وراسلونا على صفحة البرنامج على فيسبوك، ننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم. تحية مني ومن فريق البرنامج، مساءكم جميل وإلى اللقاء.